السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الكيك بنكهه الشوكولا، كيجي زوين والطريقه سهله بزاف. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا فيه 3 ديال البيضات كما كتشوفوا معايا، واحد القبصه ديال الملح، وكنخلطوهم مزيان مزيان. من بعد كنضيفو كاس ديال السكر، من بعد كنضيف نص كاس ديال الزيت وكنخلطها ثاني مزيان، وكنضيف دانون. دانون من الاحسن يكون ديال الفاني اولا ديال البنان، ديال الفاني كيجي زوين بزاف. ونخلط المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموا لينا، وكنزيد عليهم واحد الكاس ديال الحليب. كنزيد واحد القطرات ديال الخل، من بعد كنضيف جوج خمارات ديال الحلوى وجوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو. كنضيف طحين على حسب الخليط، تقريبا واحد جوج كيسان هكاك حتى كيعقد لينا الخليط شي شويه، وكيولي القوام ديالو ثقيل.
انا خديت المول اللي غندير فيه الان، طيب فيه الكيكه، دهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه الدقيق باش ما تلصقش لينا، وصافي خويت فيه داك الخليط وغادي ندخلو للفران. كندير حنا عندنا الفران ديال الغاز البنات، كندير من الفوق وكنقص البوطه حتى للحد وكنخليها طيب على خاطرها. جربوها البنات بهذه الطريقه، سهله بزاف وكتجي زوينه، انا متاكده غادي تعجبكم. وكتعجبني انا هذه ديال الشوكولاتة، كتجي زوينه بزاف. هذه هي الكيكه من بعد ما طابت، غادي نثقبها كما كتشوفوا بالكوردون، ثقيبات صغار باش نسقيها بالحليب. من بعد كنسقيها بالحليب، نسيت ما صورت لكم فاش كنت كنسقيها، راه غادي نسقيها وغادي نزينها بدانيت من الفوق، اولا تقدروا تزينوها بصوص شوكولا الى عندكم، هكا تجي الشكل ديالها في الاخر. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، نتلاقاو في شي فيديو اخر.